السلام عليكم. اليوم نروح الى ولاية المدية لنقف على انطلاق الاشغال نتاع ازدواجية الطريق الوطني الرابط بين بلدية ابن سليمان وبلدية سيدي نعمان، اذا في ولاية المدية، وهذا الطريق اللي يقع في التضاريس جد صعبة. تمت الانطلاقة نتاع الازدواجية نتاعو، وهذا الشيء خبر جميل ومفرح، حيث أني في عدة مرات ناديت إلى ازدواجية الطرق الوطنية، والحمد لله أنه فيه كثير من المشاريع نتاع ازدواجية نتاع الطرق الوطنية في كثير من ولايات الوطن، وسواء وفيكم بها في الفيديوهات القليلة القادمة. إذن أمر جيد جدا أن يكون فيه الازدواجية تاع الطرق الوطنية عبر التراب الوطني، وأن المسؤولين على حسب ما يبدو أنهم قد أخذوا برأي القناة في قضية ازدواجية الطرق الوطنية كمعيار أساسي في هذا المجال. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. هذا على مسافة هذا رجعوا يربط الطريق الوطني واحد شمال الجنوب اللي راح يربط مع زويرة طريق السيارة الشرقية، كذلك مع الأوكار بيجي من هنا بروازيل. هذا الجزء الأول راح نحل عدة نقاط جدا وميليوري السيرورة تاع السيارات. كذلك الجزء الأول هذا اللي نسوي تركا هو عبارة عن 13 كيلومتر من هذا المكان الخط تاع سيدي نعمان إلى غاية أبو الفيكا